Hello everyone! Welcome to English with Teacher Aziz channel! How are you doing? I hope you are fine. Before starting our new lesson, please click on the subscribe button to get informed with new videos. Hello everyone! الفيديو ديال اليوم غادي يكون مخصص لتصحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2020 بالنسبة للغة الإنجليزية شعبة الآداب والعلوم الإنسانية فيما يتعلق مسلك العلوم الإنسانية لمدة الإنجاز عندهم هي 3 ديال الساعات والمعامل 3. قبل ما نبداو أولا يعني ممكن أنكم تمشيو للفيديو اللي عندهم في القناة باش تعرفوا على طريقة التعامل مع الأسئلة ديال النص باش تكون الاستفادة اكثر. بالنسبه لينا حنايا الطريقه اللي غادي نعملوا بها الفيديو هي كالتالي: اولا غادي نقراو النص، غادي تعرفوا بعض المصطلحات اللي فيه، ثم غادي نمشيو للاسئله ديال النص دي كومبريهنشن كويشنز نصحوهم كاملين، وفي الاخير غادي نشوفوا كويشنز ديال لانجويج. وانتم مطابقين الحل اللي غادي تقوموا به وهو انكم تقارنوا الاجوبه ديالكم مع التصحيح ديالنا اللي غادي نقوموا به اليوم. So, إذا غادي نبداو على بركة الله القراءة ديالنا. As you can see, قبل ما نقراو عاود عندنا نشوفو شحال paragraph have we got. So we can see here we have paragraph 1, then we have paragraph number 2, then we have paragraph 3 and paragraph number 4 in addition to بالإضافة إلى بعض الصور توضيحية اللي عندها علاقة مع النص. إذن غادي نبداو أولا يعني بالقراءة ديال النص. Peter is an American tourist who visited Morocco with four of his friends. This is the story of their trip. يعني Peter هو سائح أمريكي اللي زار المغرب برفقة ربعة من الأصدقاء ديالو. And this is the story of their trip. يعني هذه القصة ديال هاد الرحلة ديالو. Trip كتعني رحلة. Paragraph 1. I first visited Morocco in 1999 with a couple of friends as a self-guided tourist. I first visited, يعني قمت بزيارة المغرب. يعني شكون اللي كيهضر هنا؟ كيهضر انتم كتلاحظوا في الصورة سميتو بيتر اللي هو سائح أمريكي. قال بأنه قام بزيارة المغرب لأول مرة سنة 1999 برفقة مجموعة من الأصدقاء ديالو as a self-guided tourist، بمعنى محتاجوش المرشد السياحي. We bought plane tickets and went from place to place. يعني شرينا تذاكر الطائرة اللي خولت لنا أن ننتقل من مكان إلى آخر. We made daily decisions about where to go with help from guidebooks like Lonely Planet. يعني كنا كنقوموا بقرارات، يعني كنشوفوا مثلا كنزوروا أماكن اللي ممكن أنها تزار، ولكن بمساعدة ديال دوك الكتيبات اللي كتساعد اللي فيها معلومات حول الأماكن اللي ممكن الزيارة ديالها. وعطاهنا مثال ديال Lonely Planet. Our primary goal was to encounter people and learn about their culture. الهدف ديالنا الأول كان هو يعني لقاء ديال الناس والتعلم من الثقافة ديالهم. During this our visit من خلال الزيارة ديالنا التقينا يعني we met nice people، يعني التقينا مع الناس يعني اللي هما مزيانين. و enjoyed meeting foreigners اللي كيعجبهم انهم يتلاقاو مع الاجانب. Willing to spend time with them and know about their countries. وهاد الناس هادوما كيعجبهم الحال انهم يدوزوا وقت مع هاد الاجانب هادوما ويتعرفوا على البلدان اللي جاو منها. هذا بالنسبه لباراجراف نمبر 1. غنمشيو لباراجراف نمبر 2. In the town of Tiznit، يعني في مدينه تيزنيت، we were sitting in a public area on a hot summer day. يعني كنا جالسين في واحد المكان عمومي في يوم صيفي حار. When a young man named الحسن came and sat next to me. يعني مني جا واحد شاب سميتو الحسن جا وجلس يعني بجانبي next to me. يعني شكون اللي كيهضر هناك؟ يهضر داك الساحل الامريكي اللي هو بيتر. He began practicing his English with me. يعني هاد الشاب هذا بدا كيحاول انه يتكلم باللغة الانجليزية معايا. We had been enjoying a nice conversation for only about 15 minutes.
يعني كنا كنتبادلو اطراف الحديد اللي كنعجبو لمده تقريبا هذه 15 دقيقه. when he invited us to his house يعني قام بدعوه هاد الناس هادوما، هاد الشاب هذا اللي سميتو الحسن قام بدعوه هذوك الناس اللي هاد السياح هادوما اللي هم بيتر والاصدقاء ديالو to his house يعني عرضهم للدار ديالو. We gratefully accepted and found ourselves among a typical Moroccan family. يعني يعني قبلنا الدعوة ديالو ولقينا راسنا وسط يعني عند عائلة مغربية. We thought we would only be served a cup of tea. يعني كان كيعتقد وكنا كيعتقدوا أنهم غادي يعطوهم فقط كأس من الشاي. And then leave for dinner in a restaurant. ومن بعد غادي يمشيو ل يعني لشي مطعم باش ياخدو وجبة العشاء ديالهم. ولكن شنو وقع؟ We ended up sharing a huge dinner. يعني في الأخير عرضوهم واحد العشاء اللي هو كبير، انتم كتلاحظوا في الصورة في حالة الشكل شي كيكس الكرم المغربي انتم كتلاحظوا. And hours of friendly atmosphere with the family. وساعات من أحاديث ديال الود متبادلة ما بين هاد الناس اللي جايين من أمريكا وما بين العائلة اللي استضافتهم. Because my American friends and I were visiting Morocco for the first time. يعني بسبب أنه هاد الأصدقاء ديالو الأمريكيين هذه أول مرة كيزوروا فيها المغرب. We were somehow astonished by the customs of eating in the Moroccan family. يعني كانوا مندهشين ان هنا هذه الكلمه هذه astonished بان مندهش. customs بمعنى تقاليد او العادات right. اذا قال هنايا كانوا مندهشين بالعادات الغذائيه اللي في المغرب. هو غيشرح unlike in America يعني بخلاف الولايات المتحده الامريكيه. eating with your hands is a time honored tradition in Morocco. بمعنى الاكل باليد هي قاعدة أو يعني في صميم الثقافة المغربية. If you ever have a chance to visit this country. هنا كيعطي نصيحة للأصدقاء ديالو اللي غيجيو مثلا كيقول له مثلا إلا عندكم إلا كتاب وجيتوا للمغرب يعني زرتوا المغرب. Eat with your right hand. Eat with your right hand. يعني كلوا باليدكم اليمنى. Using the thumb and the first two fingers. يعني كلوا باليد ديالكم اليمنى مستعملين يعني الابهام والاصابع. يعني الطريقه المغربيه ديال الاكل ديالنا وصافي. يعني هما لقوها انها ماشي في الثقافه ديالهم، تعرفوا عليها وجاهم اندهاش وعجبتهم ليها، كينصح بها انه اللي جاي يزور المغرب يجرب الطريقه هذه ديال الاكل. دابا حنا كملنا مع باراجراف نمبر 2، نمشيو باراجراف نمبر 3. After the meal, بمعنى من بعد هاد الوجبة هادي, our host said that we should not check into the hotel. يعني قالوا لنا بأنهم مخصكمش بأننا مخصناش يمشيو للفندق. And they insisted on us sleeping at their home. يعني يرضوا لنا أننا نباتوا في المنزل ديالهم. Even after we refused multiple times. على الرغم من أننا رفضنا يعني أكثر من مرة. Finally, في الأخير, we accepted their kind offer. يعني قبلنا العرض ديالهم رائع أو طيب. The five of us staying the night sleeping in the main room of the house. يعني أن خمسة بهم يعني ناموا في الغرفة الأساسية اللي كنا في المنزل. This same scenario was repeated several times in all over Morocco. يعني هما هاد نفس السيناريو عاشوه في مجموعة من أماكن اللي زاروها على طول المغرب. In big cities like Marrakech and Fez, سواء كان في يعني في مدن كبيرة بحال مراكش وفاس, as well as in smaller towns. ونفس الشيء في المدن اللي هي صغيرة يعني يلقاو نفس الترحاب ونفس الضيافة ونفس الجود والكرم اللي كيتميزوا به المغاربة. We are always treated with great kindness and hospitality as our hosts offered us food and housing. يعني كيتم التعامل معهم بواحد
بواحد الطيبوبة بواحد اللطافة وبالحس ديال الضيافة، يعني حسن الضيافة، وكيعتبروهم بحال وحسوا هاد الامريكان حسوا انهم العائلات المغربية كيتعاملوا معاهم بحال الملوك، يعني كيتهلاو فيهم لا من ناحية ديال الاكل ولا من ناحية ديال المبيت. Those offerings were usually so insistent، يعني انهم كيطلبوا منهم انهم يستضفوهم، و so insistent يعني كيكون اصرار والحاح من جانب ديال العائلات، that we give in and were humbled to watch families treat us like kings. وهذه اللي قلنا انه لدرجة انهم يعني كي يعني عجبهم هذا، وطريقة التعامل ديال العائلات المغربية عجبتهم كثيرا. هذا بالنسبة لباراجراف نمبر 3. باراجراف نمبر 4. While visiting Morocco as a tourist، يعني لما زار المغرب كسائح، I was looking for a change in my personal life، يعني قال كنت أبحث عن تغيير، أن أقوم بتغيير في حياتي الشخصية. A new adventure، يعني مغامرة، يعني خذ مغامرة جديدة. Following my first visit in 1991 I packed my bags and returned to Morocco، يعني من بعد ديك الزيارة الأولى اللي كانت في 1999، يعني اختا يعني عاود اللوازم ديالو والأغراض ديالو ديال السفر ورجع للمغرب. thinking I would just study Arabic for a while، يعني كان كيعتقد انه غادي يجي فقط باش يدرس اللغة العربية لمدة معينة من بعد غادي يرجع في حاله. ولكن شنو وقع؟ I finally stayed، يعني في الاخير I finally stayed for 7 years، في الاخير بقيت في المغرب لمدة 7 سنوات. first working at a language school، يعني في الاول كان كيخدم في مؤسسة لتعليم اللغات. and later sitting up، ومن بعد ذلك يعني sitting up and running my own business، يعني انشا واحد المشروع ديالو وكيشرف عليه، يعني to run my own business. set up يعني كينشا او كنبدا، و run my own business يعني كنقوم بالاشراف على يعني المشروع ديالو. working with foreigners who were doing business in Morocco، هادشي كامل كان كيخدم مع الاجانب اللي كان عندهم مشاريع في المغرب. اذا هذا كان الشرح ديال الباراغرافات كاملين ديال اللي جاوا في الامتحان الوطني. كما كتلاحظوا التكست تقريبا في المتناول، يعني باقيين بعض المصطلحات طبعا، ولكن كيف ما كان الحال كنتمنى انكم جاوبتوا يعني بواحد الطريقه اللي هي صحيحه اللي ممكن انها تخول لكم تحصلوا على نقاط جيده في الامتحان الوطني. دابا سالينا كيف ما قلت قراءة ديال النصوص ديال النص او شرحت لكم كلمات، ودابا غادي ننتقلوا للتصحيح ديال الاسئله ديال النص. اذا على بركه الله نبداو التصحيح. غادي نبداو بالاسئله ديال النص. انتم كتلاحظوا هنا كاين واحد الملاحظه هنايا، base all your answers on the text. هذا هو اللي كيتميز به اللغه الانجليزيه، هو انه جميع الاجوبه خاصها تكون من النص، يعني ما كاين حتى شي حاجه خارج النص. بالنسبه لكواشن اي، answer these questions، هذا كيتعلق بالاسئله المباشره، بمعنى ما يسمى WH questions. عندنا كما كتلاحظوا عندنا 1 2 3 4، يعني 4 الجمل 4 النقاط، بمعنى كل جواب صحيح بنقطه. نشوفوا السؤال الاول، how did Peter travel on his first visit to Morocco، يعني كيفاش او شنو هي الوسيله اللي استعملها بيتر في الزياره الاولى ديالو للمغرب. اذا الجواب هو he went by plane، يعني مشى بالطائره. انتم تشوفوا هنايا في النص، ها هي الجواب هو هنايا، we bought plane tickets and went from place to place. ها هي on the first visit to Morocco we bought plane tickets، يعني شرينا تذاكر الطائره. اذا هذا هو بالنسبه للسؤال الاول. اذا الا كتبتوا هذه الجمله هذه في يعني في اوراق التحرير ديالكم فهي كتعتبر جواب صحيح. كتبتوا بديك الطريقه اللي وريتكم يعني باي بلين، هذيك حتى هي كتعتبر جواب صحيح. شوفوا السؤال الثاني، where did Peter and his friends spend their first night in Tiznit. السؤال هو المكان اللي قضوا فيه بيتر والاصدقاء ديالو ديك الليله في مدينه تيزنيت. اذا الجواب هو with a family or with Lahsen's family.
يعني المكان اللي غتلقاو فيه الجواب في النص هو في paragraph number 3. يعني هما قالوا after the meal our host said we should not check into the hotel and they insisted on us sleeping at their home. يعني إلا كتبتو حتى هذه في الامتحان فهي كتعتبر جواب صحيح. دابا السؤال اللي كيطرحو أغلبية ديال التلاميذ هو واش نجاوب بالأسلوب ديالي الخاص أو ناخد جملة من النص كما هي. بالنسبة لأي أستاذ بطبيعة الحال كيتمنى أنه التلميذ ديالو يكتب بالطريقة ديالو بالأسلوب ديالو الخاص، وخصو يكون الأسلوب ديالو مستوحى من عنده علاقة مع السؤال بطبيعة الحال. كان مثلا إشكال في الصياغة ديال الجملة، ممكن أنه ناخد الجملة كما هي من النص ونكتبها ك يعني كجواب. دابا نشوفو السؤال الثالث. What did Peter and his friends like about Moroccans؟ يعني شنو هي الحاجة اللي عجبت بيتر والأصدقاء ديالو حول المغاربة؟ الجواب الصحيح هو their eating habits, their customs of eating، يعني طرق ديال الأكل ديالهم والعادات يعني الغذائية اللي عند المغاربة. إذن هذه الحاجة اللي كانت كتعجبهم. سؤال موالي number 4. Where did Peter first work in Morocco؟ يعني فين تشتغل بيتر لأول مرة في المغرب؟ الجواب هو at a language school. بالنسبة لهذا الجواب في النص هو راه عندكم هنايا first working at a language school. إلا كتبتوا هذه الجملة هذه في يعني في ورقة التحرير ديالكم فكتضمنوا النقطة ديالكم، كتضمنوا الجواب صحيح 100%. دابا حنا كملنا من question A، دابا غادي نمشيو ل question B. Are these statements true or false justify؟ بمعنى إلا كان الجواب صحيح نكتبو true ونعطيو التعليل من النص، إلا كان الجواب خطأ عاود نكتبو false وعاود نفس الشيء التعليل من النص. إذا غادي نشوفو الجملة الأولى. Peter and his friends visited Morocco with the help of a tourist guide. قال لك بيتر والأصدقاء ديالو زاروا المغرب بمساعدة من مرشد سياحي. إذا هنايا true ولا false؟ غادي نختار بطبيعة الحال الجواب الصحيح هو false، لأنه قال self-guided visits or with the help from guidebooks. أنتم كتلاحظوا هنا الجواب كيتواجد في النص. I first visited Morocco in 1999 with a couple of friends as a self-guided tourist. يعني ما كانش مع أي مرشد سياحي، وهو النقيض ديال الجملة اللي عندنا في ورقة التحرير. إذن هي false. سؤال تاني. Lastly invited Peter and his friends to have dinner at a local restaurant. بمعنى لحسن عرض على بيتر والأصدقاء ديالو باش يتشاو في يعني في مطعم محلي. إذا نشوفوا واش ترو ولا فولس. إذا الجواب هو فولس. To have dinner at their home or with the family، هذا هو الجواب الصحيح بالنسبة للسؤال الثاني. وفي النص إلا كتبتوا حتى الجملة هذه we ended up sharing a huge dinner and our friendly atmosphere with the family. المهم هنا هو ديك فاميلي خصها تكون كاينة، ما كاين لا ريستورانت لا لا حتى حاجة. إذا الجواب هو فولس. بمعنى إلا كتبتوا ديك الجملة اللي وريتكم قبيل إذا كتعتبر جواب صحيح. إلا كتبتوا هذه الجملة هذه اللي راهي قدامكم هنايا حتى هي كتعتبر جواب صحيح في كلتا الحالتين، كتضمن النقطة ديالك شريطة أنك تكتب فولس في البداية. بالنسبة للسؤال الأخير ثالثا، بيتر worked with Moroccan businessmen. من بيتر اشتغل مع مجموعة من رجال الأعمال المغاربة. إذا الجواب الصحيح هو true، working with foreigners who were doing business in Morocco. دابا نشوف السؤال الموالي اللي هو C. Complete the following sentences. كما كتلاحظوا هنا عندنا ثلاثة ديال الجمل ثلاثة ديال النقط، بمعنى كل جملة صحيحة بنقطة. ومطلوب منكم في هذا التمرين هذا وفي هذا السؤال هذا هو كيعطيكم بداية ديال الفكرة، خصكم تكملوها انطلاقا من النص. يعني بداية الفكرة خصكم تكملوها انطلاقا من النص. نبداو بالجملة الأولى. Peter and his friends visited Morocco in order to، بمعنى بيتر والأصدقاء ديالو زاروا المغرب من أجل encounter people and learn about their culture، باش يتلاقاو الناس ويتعلموا من الثقافة ديالهم. هذا بالنسبة للجملة الأولى. الجملة الثانية. When Peter returned to Morocco his first plan was
يعني بنرجع بيتر للمغرب، كان مخطط الأولي ديالو كان هو to study Arabic. بالنسبة في النص، بالنسبة للنص هنا thinking I would، هيا هنايا just study Arabic for a while. إذن هذا هو الجواب ديال اللي في النص اللي كتبتو، هذا ما كيحتاج مشكل، كيتعتبر لكم جواب صحيح. بالنسبة للجملة الثالثة، when eating with a Moroccan family Peter advises you to، يعني ملي كتاكلوا مع أو كتناولوا الغداء أو وجبة أكل مع عائلة مغربية، بيتر كينصحكم ب to eat with your right hand using the thumb and the first two fingers، يعني أنكم تستعملوا تاكلوا بيدكم اليمنى وتستعملوا الإبهام والأصابع ديالكم باش تاكلوا على الطريقة المغربية. إذن هذا هو بالنسبة لـ question C، كنتمنى أنكم جاوبتوا لي من ثلاثة بيهم كما كتلاحظوا في امتحان في المتناول، والأسئلة يعني نوعا ما سهلة، فكنتمنى يعني صادقا أنكم تكونوا جاوبتوا عليهم بطريقة صحيحة. The boss law question D، finding the text words which mean the same as، هنا السؤال كيعني أنك خاصكم تقلبوا على synonyms، على مرادفات للكلمات اللي عندكم هنا، عندكم تمرين ثلاثة ديال النقاط وعندنا ثلاثة ديال المصطلحات، وكيقول لكم مثلا أنه المصطلحات هذه تقلبوا عليهم في النص. هنا فاش كتبان الأهمية ديال الواحد يكون عنده vocabulary مهم أو رصيد معرفي مهم فيما يتعلق بالمصطلحات باللغة الإنجليزية. شوفوا مثلا نبداو بالجملة الأولى، أنا people from other countries، يعني الناس من دول أخرى. قال لك سير باراغراف نمبر 1، أعطيني الكلمة اللي كتعني هذه الجملة هذه. إذا الكلمة اللي كتعني هذه الجملة شرحتها في بداية ديال هذا الفيديو، يعني ملي شرحت لكم النص أنتم جاوبوها foreigners. foreigners هما أجانب أو الناس اللي ماشي ساكنين في نفس الدولة. نمبر 2، أنا surprised. surprised قال لكم سيروا باراغراف نمبر 2 غتلقى الجواب تما اللي هو astonished. surprised يعني مندهش، astonished عندها نفس المعنى. بالنسبة للجملة الثالثة عندنا starting which is paragraph number 4، starting بمعنى يبدأ، والجواب هو sitting up اللي هي كتواجد في paragraph number 4. إذن هذا بالنسبة للتمرين D اللي about synonyms. نمشيو للتمرين الأخير اللي في comprehension questions اللي هو what do the underlined words in the text refer to، بمعنى في النص كاين مجموعة من الكلمات مسطر عليها، يقول لك مثلا على ماذا وعلى من تعود. الكلمة الأولى اللي خاصكم تقلبوا عليها في النص هي هي، ومحدد لكم المكان اللي غتلقاو فيه هذيك هي في paragraph number 2. إذا الجواب الصحيح هو لحسن. في الجملة الثانية أو المصطلح الثاني هو us، قال لك سي paragraph number 3، قلب على هذيك us على ماذا وعلى من تعود. إذا الجواب الصحيح هو Peter and his friends. إذا كنتمنى أنكم جاوبتوا يعني أجوبة صحيحة في هذا الشق الأول ديال comprehension questions. دابا غادي ننتقلوا للشق الثاني ديال الامتحان الوطني اللي هو أسئلة اللغة. بالنسبة للانجويج فهي على 15 نقطة. لانجويج فيها جميع القواعد ديال اللغة والمصطلحات، يعني vocabulary، وفيها كل شيء ذاك reported speech، passive voice، prefixes and suffixes، يعني أي حاجة عندها علاقة مع تصريف ديال الأفعال أو قواعد اللغة أو المصطلحات فكتواجد في هذا الجزء الثاني ديال الامتحان الوطني. يعني غادي نبداو بالسؤال الأول اللي هو A، قال لك filling the blanks with the correct word from the list، بمعنى كيعطوكم مجموعة من المصطلحات ومجموعة من الجمل، كيقول لك مثلا ديك المصطلح كتبوها في المكان المناسب أو في إملاء الفراغ بما يناسب. نبداو نشرحوا بعض الكلمات اللي عندنا تما. الكلمة الأولى هي solar. solar جاية من الشمس يعني شمسي أو شمسية. political بمعنى سياسي. issues بمعنى قضايا أو ظواهر. initiative بمعنى مبادرة. popular بمعنى مشهور.
sharing بمعنى يشارك living يعني يسكن and technology كنظن واضحه هي تكنولوجيا اذا نشوفوا المثال الاول young people should take the for a better future اذا الجواب الصحيح اللي خصو يكون هنا هو initiative بمعنى الشباب خصهم ياخذوا المبادره لمستقبل افضل Number two, we are all concerned about the environmental. We should take pollution and global warming seriously. الجواب الصحيح هنا هو issues. بمعنى احنا كاملين معنيين بقضايا البيئة. We should take pollution. يعني خصنا ناخدو الظاهرة ديال pollution بمعنى التلوث and global warming بمعنى الاحتباس الحراري. خصنا ناخدوها مأخذ الجيد. Number three, gaming has become the most pastime activity for young people nowadays. إذا الجواب الصحيح هنا هو popular. Number four. Local associations are doing a lot of work to improve the conditions of their communities. بمعنى local associations بمعنى المجمعيات المحلية are doing a lot of work يعني كيقوموا بواحد عمل اللي هو جبار to improve باش يحسنوا conditions من الظروف of their communities إذا الجواب الصحيح أن هنا هو living conditions بمعنى to improve the living conditions بمعنى من أجل تحسين ظروف العيش في المجتمعات اللي هما فيه كيعيشوا فيها إذا هذا السؤال على جوج ديال النقاط عندنا تم أربعة ديال الأجوبة أو أربعة ديال الإجابات بمعنى نصف نقطة لكل جواب صحيح إذا جبتيهم كاملين صحيحين كتاخذ جوج نقط كاملة هذا بالنسبة لسؤال A نمشيو لسؤال B question B put the words in brackets in the correct form قال لك الكلمات اللي بين قوسين نحولوهم للصيغة الصحيحة هذا الدرس ديال prefixes and suffixes so نبداو بالسؤال الأول building more schools in rural areas will contribute to the empowerment of women Number two, social media may have عندنا a harm effect on kids. بمعنى ديك harm هذه خصنا نزيدو لها a prefix or suffix. إذا الجواب الصحيح هنا هو harmful. Social media كنظن واضح يعني وسائل التواصل الاجتماعي have a harmful effect on kids. بمعنى عندهم واحد effect يعني عندهم واحد تأثير خطير على الأطفال. إذا نعاود نفس الشيء أننا جوج ديال الجمل كل جملة كل جواب صحيح بنقطة إذا المجموع ديال النقط هنا هو جوج ديال النقط دابا غنتقلو question C اللي هي rewrite the following sentences as indicated والسؤال عليه ثلاثة ديال النقط عندهم كما كتلاحظوا عندنا ثلاثة ديال الجمل sentence number 1 number 2 and number 3 هنا كل جملة كتمثل لينا درس دابا التحدي اللي عندي هنا واش من درس عندي هنايا حتى الطرف تاع الدرس واش من حاله من الطرس واش باسيف فويس ولا ريبورتي سبيتش ولا اي درس من هذه النوعيه هذه اذا نشوفوا مثلا السؤال الاول هذا could you please give more information about the project asked the journalist and the journalist asked the minister عندنا كما كتلاحظوا هنايا عندنا جمله كتبدا يعني هي مكتوبه بين مزدوجتين اذا هنايا كنهضروا على direct speech اذا الدرس هنا كيهضر على نطلب منكم هاد direct speech نحولها to indirect speech ولا to reported speech احنا عرفنا الدرس دابا التحدي الثاني واش الحاله ديال الدرس اذا كيبان لكم تما كاين علامات استفهام وبالتالي فهاد الدرس هذا كيتعلق بالسؤال وكنا شفنا النوعيه ديال الدروس اللي الاسئله اللي في reported speech كلمه يسمى yes and no questions ولا wh question could you please يعني هل من ممكن هنايا كيعني انه الاحتمال الجواب هو yes هو نعم او لا اذا هذا الشيء كامل كنشرح لكم في نفس الوقت كنذكركم ببعض القواعد اللي خاصكم يعني ما خاصكمش تنساوها اذا السؤال هنايا الجواب هنايا هو يعني كيحتمل مجموعه من الاجابات الجواب الاول هو the journalist asked the minister if he could give more information about the project يعني اول حاجه خصنا نكتبوا هنا هي if الاحتمال الثاني what the journalist asked the minister to give more information about the project الاحتمال الثالث what the journalist asked the minister for more information about the project
So إلا كتبتي أي واحد من هذه الاحتمالات هذوما فهي كتعتبر لكم جواب صحيح. مشو السؤال الثاني أو الجملة الثانية. This school offers students interesting activities. إذن هنا الجواب هنايا أول نحدد واش من درس هنايا الدرس ديال passive voice لأنه عندنا subject هو كيرجع object object كيرجع subject يعني كنقلبوا الترتيب ديال هاد جوج هادوما وحنا عرفناها هنا يعني خصنا نشوفوا إذا شمن تنس يعني الفيرب هو offers offers ناقص في الأخير بمعنى هذا simple present وبالتالي الجواب غادي يكون students are offered interesting activities ممكن نكتبوا by this school ما فيها بس ما كتبناها شي ما كيحتاج إشكال ولكن خصنا ما خصناش نخطاو في التصريف ديال الأفعال وما نسوش القاعدة ديال the passive voice. بالنسبة للجملة الثالثة number 3 Fred received the invitation yet he didn't attend the party. نبداو لكم الجملة ب in spite of. In spite of كتعني على الرغم من so بالدرس هذا كي هو about the linking words. إذا الطريقة ديال اللي خصنا نتعامل مع الدرس هذا هي كالتالي نعطيكم الجواب الآن حتى هو في مجموعة من الاحتمالات. إذا الاحتمال الأول هو in spite of receiving the invitation كما أي فاصلة هذيك يات خصنا نحذفوها right he didn't attend the party هذا بالنسبة للاحتمال الأول. الاحتمال الثاني in spite of having received the invitation كما he didn't attend the party. بالنسبة للاحتمال الموالي in spite of the fact that he received the invitation comma he didn't attend the party. والاحتمال الاخير اللي عندنا هنايا in spite of the reception of the invitation comma he didn't attend the party. هنايا عطاكم يعني مجموعه من الاحتمالات يكفي انك تكتب فقط واحد اذا كان صحيح من اي واحد من هذوما فهو كيتعتبر جواب صحيح غير ما تنساوش تحيدوا او تحذفوا ديك yet لأنه ما يمكنش يكونوا جوج linking words في نفس الجملة. نمشيو السؤال الموالي اللي هو put the verbs in brackets in the correct tense. هنا كنهضر على التنسز بمعنى التصريف ديال الأزمنة أو التصريف ديال الأفعال. نشوفوا الجملة الأولى number one I was too late for the music concert because I not take the first bus. إذا هنايا الجواب الصحيح هو عندنا اولا خصنا نتابعو نشوفو مثلا اذا هنا خصنا نتابعو الفيرب اللي عندنا بين قوسين عندنا not وعندنا take يعني الا كانت not بمعنى خصنا يكون عندنا دي نيجاتيف فورم وهنا فاش كتب الاهميه الواحد يكون فاهم the tenses. اذا الجواب الصحيح هنايا هو I didn't take. اذا اختارينا على simple past علاش لانه اول جمله كتبدا ب I was too late. إذا أصلا الجملة كاملة was عندنا verb to be في الباست بمعنى الجملة عندنا في الباست وبالتالي غنستعملو الverb حتى هو غنحولو into the simple past. بالنسبة للجملة الثانية عندنا منصف سلاوي بين قوسين graduate from the Free University of Brussels in 1983 before he joined Harvard Medical School. إذا هاد منصف سلاوي أنا graduate الverb هو to graduate عاود خصنا نختارو خصنا نكونو عارفين شمن تنس غنستعملو. إذا بطبيعة الحال غادي يكون الجواب هو كالتالي عندنا في جوج ديال الاحتمالات عندنا الاحتمال الأول هو had graduated بمعنى past perfect simple ولا graduated بمعنى simple past يعني الاحتمالين بجوبهم صحيحين سواء كتبتو الأول أو الثاني. إذا جاوبتو على الأجوبة هذه من الجملة الأولى الجملة الثانية بشكل صحيح فكتربح جوج نقط. دابا نشوف السؤال الموالي choose the correct answer and the number one and now a tablet will be given to the student and ثمان نقط wins the competition. هنا اختيار اجوبه اختياريه بمعنى املاء الفراغ بما يناسب يعني كتختار من بين ثلاثه ديال الاحتمالات احتمال واحد يعني تعرفوا اولا على الدرس اللي عندنا تما عندنا هوم هو اند ويتش. الدرس اللي عندنا هنا هو about relative pronouns so غادي نشوفو قبل من النقاط ومن بعد النقاط قبل من النقاط كاين student ومن بعد منها كاين the verb. إذا غادي نختارو هنايا who لأنه كيدل على subject كيدل على يعني شخص على الأشخاص a person واللي كيجي من بعد إلى لاحظتو تما الverb عندنا wins بالتالي أنسب وأصح جواب هو who. بالنسبة للجملة الثانية I'm not really sure ونركزو على هاد I'm not really sure يعني لست متأكدا.
about the place of our meeting tomorrow. It in the same conference room. إذا هنا هنا ثلاثة الاحتمال. الاحتمال الأول هو might be. الاحتمال الثاني had been. الاحتمال الثالث هو must be. I'm not sure. يعني كتقول يعني حتى في بعض المرات ملي كتكونوا with your friends مع الأصدقاء ديالكم and things like that كتقول مثلا الاحتمال هو maybe. إذا هنا may وهنا كاينه might. might هو الباست ديال may. إذا الجواب الصحيح هو بالنسبة للجملة الأولى عندنا هو، بالنسبة للجملة الثانية عندنا might be. إذا هذا هو الجواب بالنسبة للسؤال الثاني بمعنى احتمال. كيدل الاحتمال علاش اختارينا تما might be، لأنه الجملة كتبدأ I'm not really sure، يعني لست متأكدا. إذا إلا كتبنا must be يعني كتدل على تأكد على certainty، had been كنظن ما غاديش تكون مناسبة أو ما غاديش يكون يعني اختيار موفق أن نستعملوها في الجملة هذه. السؤال الموالي complete the following exchanges appropriately. هذا الدرس كيتعلق بالدرس ديال functions، يعني شنو غادي نقول في هذه الحالة هذه. إذا أولا نقراو الجملة الأولى. أنا one Tony can you please drive me to the airport. واش ممكن أنك تديني على طريق السيارة ديالك للمطار. جين جاوبت هنا بين قوسين مطلوب منكم نتوما على لسان جين مطلوب منكم هو ديكلاين توني's ريكويست بمعنى ترفض الطلب ديال توني. اذا خلال السنة الدراسية فتعرفت على مجموعة من المصطلحات اللي كتدل على سين يس اور سين نو، باش نقبل طلب وباش نرفض الطلب. اذا الجواب هنايا هو يعني اي جواب، هذا ماشي جواب ما كاينش جواب موحد هنايا، يعني اخترت لكم هذا ام سوري اي كانت، هذا فقط اقتراح. ممكن اي حاجه كتدل على انك كترفض طلب معين ممكن انكم تكتبوها في هذا السياق هذا. بالنسبه للنمبر 1 نمبر 2 سو واي didn't you come to my birthday party last weekend. يعني السؤال ديال سو وقعت لا قالت لنانسي انه علاش ما جيتيش ولا علاش ما حضرتيش to my birthday party last weekend، علاش ما جيتيش لحفلة عيد الميلاد ديالي في الويكند الماضي. اذا نانسي شنو نطلب منكم تقول على اللسان ديالها apologize. ماذا يعني apologize؟ apologize كتعني تعتذر. and give reason يعني كاين جوج حاجات، تعتذر وتعطي سبب اللي خلاك انك ما حضرتيش birthday party ديال هاد الصديقة مثلا ديال سو. اذا كمقترح عاود قل مثلا I'm sorry. اذا هو الجزء الاول قمت به يعني apologize يعني قمت بالاعتذار، وعطيت التعليل my son had a terrible stomachache يعني الابن ديالي كان عنده واحد يعني الم في المعدة. اذا هذا فقط مثال اقل ولا اكثر، ولكن خصكم تركزوا هنا بحال النوعيه ديال الاسئله كيكونوا فيهم جوج ديال الفانكشنز، الاوليه كيكون مثلا apologize والثانيه كتعطي سبب. سو اذا جاوبتوا شفتوا بانكم جاوبتوا بهذه الطريقه هذه يعني كتربحوا جوج ديال النقط. بالنسبه للسؤال الاخير ديال language هو هذا ديال G choose the most appropriate response to each statement. number 1 يعني choose يعني كتختار اكثر يعني احنا غنشوفوا مثلا نشوفوا الجمله الاولى. انا ريك قال I'm sorry to say this but the mobile phone I bought here yesterday has poor sound quality. يعني ريك شنو قال؟ قال بانه انا اسف لقولي هذا، ولكن الهاتف النقال اللي اشتريته من عندك البارح عنده ساوند بمعنى الصوت ديالو ضعيف او الجوده ديال الصوت ديالو ضعيفه جدا. Shop assistant عندك هنا ثلاثة ديال أربعة ديال الاختيارات. Shop assistant هو صاحب المحل التجاري اللي شريتي من عنده بورتابل. شنو غتقول؟ شنو غيجاوبك هو كجواب على السؤال ديالك أو على إذا هنايا الفانكشن أصلا اللي استعملتي نتايا هو complaining بمعنى احتجاج أو شكوى. إذا كنا قرينا في على طول السنة الدراسية قبل ما توقف الدراسة بيسمى making and responding to complaints بمعنى انك تقوم بشكاية او احتجاج وكيفاش غتجاوب عليه. هنا خصنا نجاوبوا على الاحتجاج هذا، وعندنا اربع الاحتمال. الاحتمال الاول هو اوكي ذاتس جود، هنا بي I'd love to، هنا سي نو ثانكس، وهنا دي سوري فور ذات. اذا في نظركم الجواب الصحيح هنا هو سوري فور ذات. يس هو دي سوري فور ذات، يعني
صاحب المحل التجاري كيعتذر على يعني رداءة الخدمة وعلى أو الجهاز اللي باعوا يعني اللي قام بهذه الشكاية اللي هو بهذا الاحتجاج هذا. بالنسبة نمبر 2 عندنا فريد، what do you think I should study when I go to university next year؟ يعني قال السؤال شنو كتظن أنا خصني ندرسو ملي غنمشي للجامعة السنة المقبلة. إذا هنايا asking about what؟ asking about opinion. إذا خصنا نعطيو سام مفروض أنه يعطي an opinion. وعندكم تما 4 ديال الاحتمالات. الاحتمال الأول آه that's a good idea. B sorry I have no idea. C congratulations بمعنى تهاني خالص مثلا. D sorry to hear that. إذا في نظركم هنا باش غادي يجاوب، غادي يجاوب بالطريقة هذه B sorry I have no idea، يعني اسمح لي ما عندي حتى شي فكرة، وبالتالي هنايا اني طلبت الرأي ديالك وفي الأخير قلت له بأنه ما عندي حتى شي فكرة. وإذا هذه هي الفانكشن اللي صحيحة هنايا أو احتمال أو الاختيار الصحيح. إذا إلا جاوبتي بهذه الطريقة هذه في الامتحان الوطني فكتربح جوج ديال النقط. إذا هذا كان كل شيء بالنسبة للتصحيح ديال الامتحان الوطني ديال سنة 2020 بالنسبة للمسلك ديال العلوم الإنسانية في الدورة العادية ديال العلوم الإنسانية. كنتمنى أنكم شفتوا يعني الأخطاء، كنتمنى أنكم ما درتوش أخطاء كثيرة، وحتى لو عملتوا أخطاء مثلا أنتم كتستفدوا، وباش تكون عندكم حتى فكرة مقررة أو تقريبية على النقطة اللي ممكن تجيبوها في الامتحان الوطني اللي كنتمنى أنها تكون نقطة عالية جدا باش حتى المعدل ديالكم العام اللي غتحصلوا بيه على الامتحان على البكالوريا غادي يكون عالي ويخول لكم يفتح لكم مجموعة من الآفاق. إذا كان هذا كل شيء. I'll see you with another video. Thank you for your attention. Don't forget to hit like and subscribe to my channel. You can share my videos too.